السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. العدالة شغل الناس الشاغل وضالتهم المنشودة، وهي عند العرب عزيزهم المفقود. من هذه العدالة تتفرع العدالة الاجتماعية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في هذه الأيام. هذا الموضوع يكتسب أهميته من الجو السياسي والأمني العاصف الذي يجتاح المنطقة، والذي من أجله بذلت شعوب عربية الدماء وما زالت. في خضم هذا الحديث يبرز السؤال عن مدى وجود مفهوم واضح ومحدد في المنطقة العربية للمواطنة كإحدى قيم العدالة الاجتماعية، وكيف سيتأثر أي سعي محتمل لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد حين بما تشهده المنطقة من تخلخل في منظومة القيم والمفاهيم وانشطار في النسيج المجتمعي داخل البلد الواحد، بل حتى داخل القبيلة الواحدة والعائلة الواحدة. هذا الموضوع نحاول الغوص في وسائل تحقيقه والتحديات التي تحول دون ذلك، متفاعلين مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحين موعده في 20 من شهر شباط فبراير من كل عام. نبدأ حديثنا كما هي العادة بعد التقرير. قبل إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 عن قرارها بالاحتفال سنوياً في 20 من شباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فإن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن نحو 2 ملياري شخص يعيشون في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات. كما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن 40% من هم في أمس الحاجة للعمل كفيل بزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإنصافاً، عصية على الصراعات العنيفة وقادرة على التصدي للتحديات التي تلي الصراعات. مفهوم العدالة الاجتماعية لا زال غائباً في الدول العربية، الأمر الذي ينتج عنه ما تعانيه تلك المجتمعات من انتشار للفقر والجهل والانهيار الاقتصادي. لذا كان لزاماً على الحكومات أن تتبنى سياسات وخطط استراتيجية واضحة لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية. الأمم المتحدة أشارت من جانبها إلى أنه من المفجع أن العدالة الاجتماعية ما زالت بالنسبة لأعداد مهولة من البشر حلماً بعيد المنال. إنما يشهده العالم اليوم من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية جمة أثرت بشكل ملموس على أمن واستقرار الأفراد والجماعات، وعصفت بإمكانيات العيش المشترك في عدد من البلدان، وزاد الوضع تفاقما تنامي الجرائم العابرة للقارات كالاتجار بالبشر والتلوث وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين هربا من الحروب ومن ضيق الحاجة وانعدام الاستقرار. وتحدو المواطنة في مجتمعاتنا العربية آمال في أن تلتفت الحكومات في هذه البلدان بحلول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية إلى تحقيق شيء من تلك العدالة الغائبة من حياة المواطنين والحاضرة في الاحتفالات والمحافل الدولية. ينضم إلينا الأساتذة عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة معي في الاستوديو، وعبر من اسطنبول عبد الحافظ الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، وعبر سكايب من مدينة ليموج بفرنسا الأستاذ طلال مصطفى أستاذ علم الاجتماع. أرحب بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب طبعا. أبدأ بالاستوديو دكتور عبد الله، يعني المنطقة العربية الآن تعيش مخاضا سياسيا عسيرا في مرحلة تحول، مرحلة انتقالية. هل العدالة، أو دعني أبدأ مع قضية المواطنة، هل المواطنة هي إحدى القضايا الملحة والبطروحة على طاولة الحوار في المنطقة العربية، أم أن هذه المنطقة هي من الزاهدين في هذه القضية بحثا عما قد يروه أهم منها في المرحلة الراهنة؟ لا شك أن قضية المواطنة هي من القضايا الهامة جدا في المنطقة العربية وفي كل الدول العربية. مشكلتنا في العالم العربي أن أغلب الحكومات القائمة أصلاً لم تستمد شرعيتها من شعبها بالأصل، وبالتالي نظرت إلى شعوبها كونهم رعايا وليسوا مواطنين. كي بالفعل أن يتحول الإنسان في دولة ما إلى مواطن، معناها هناك دولة حق وقانون، هناك دولة المواطنة، المواطنين الأحرار
المتساوية الحقوق والواجبات، دولة الكفاءات وليس أهل الولاء، المساواة بين المواطنين بمختلف انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو غيرها من الانتماءات. هذا لم يتحقق في عالمنا العربي. وأنا أعتقد تقاطعا مع موضوع الحلقة، لا يمكن يعني توفير العدالة الاجتماعية في مجتمعاتنا إلا إذا بالفعل كانت دولنا دول مواطنين أحرار. أيوة، لأنه دولة المواطنين الأحرار معناها مسؤولية المحكومين ليست فقط أمام الحكام، يعني العملية متبادلة، أيضا الحكام مسؤولين أمام محكوميهم. هذه واحد. اثنين، عندما الحكام لا يديرون الموارد الاقتصادية والبشرية إدارة عقلانية من أجل تقدم المجتمع وتوفير العدالة لأفراده، إذا كانت هناك دولة حق وقانون وهناك دور للمحكومين يسألون الحاكم ماذا يفعل بهذه الموارد. للأسف في منطقتنا العربية أغلب الدول العربية لا تتحقق يعني فيها هذه الشروط، شروط المواطنة المسؤولة وشروط الحكام المسؤولين تجاه شعوبهم. كما ذكرت في البداية، للأسف أغلب شعوبنا العربية ينظر لها من قبل حكامها بأنها رعايا وليسوا مواطنين. حتى الرعاية، مفهوم الرعاية ربما يكون مصطلحا إيجابيا بمعنى أنهم ترعاهم وترعى مصالحهم هذه الدولة، بل ربما يمكن أن يكون، لا أنا أستخدمها هنا بمعنى العصور الوسطى. يعني الملك أو الإمبراطور أو الحاكم كان ينظر إلى شعبه بأنه مجرد عبيد، مجرد عبيد في مزرعته، ينظر إلى الدولة كأنها مزرعة وهؤلاء الرعايا هم عبيد في هذه المزرعة. للأسف حكامنا يعني اليوم في أغلب البلدان العربية ينظرون إلى شعوبنا كأنها عبيد في مزرعتهم، ليسوا مسؤولين أمام شعوبهم. نعم، وبالتالي أفهم من كلامك أن الشعوب العربية يعني تشعر بمسيس الحاجة إلى ممارسة المواطنة في دولة الأحرار كما تفضلت وذكرت. أريد أن أبحث معك موضوع مفهوم الوطنة، إلى أي درجة هناك وعي حقيقي من قبل الشعوب العربية بهذه القيمة. ولكن دعني الآن أذهب إلى إسطنبول مع الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، أيضا سؤال تمهيدي أو سؤال مدخل عام. النظام الاقتصادي لأي دولة أو على الأقل السياسات الاقتصادية إلى أي مدى أو أي دور يمكن أن يؤديه في إنضاج مفهوم العدالة الاجتماعية، النظام الاقتصادي أو السياسات الاقتصادية؟ وطبعا بلا شك أن قضية العدالة الاجتماعية لها روافدها الاقتصادية، وإذا ما تحدثنا عن دور السياسات الاقتصادية في صناعة العدالة الاجتماعية فنحن نتحدث عن مجموعة من الحزم الخاصة بالسياسة النقدية التي يجب أن تستهدف القضاء على التضخم، يجب أن تستهدف استقرار سعر الصرف حتى تحافظ على ثروات المجتمع. أيضا إذا ذهبنا إلى السياسة المالية يجب أن تعمل هذه السياسة على حالة من العدالة الضريبية، لكن للأسف الشديد هناك حالة من الارتباك الضريبي داخل بلداننا العربية تتسم بالفساد، تتسم بعدم العدالة الضريبية، فالضرائب تحصل من الفقراء أكثر من الأغنياء، الأغنياء يستطيعون الهروب من الضرائب سواء بشكل قانوني أو بحكم علاقتهم بالسلطة، أما الفقراء فيدفعون مرغمين سواء من خلال ضريبة المرتبات، سواء من الضريبة على السلع والخدمات، سواء الضريبة المضافة. ولكن الضرائب التصاعدية التي يجب أن تطبق على أصحاب الدخول العالية حتى يتحقق الهدف من تطبيق نظام ضريبي يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بنقل جزء من الثروة من الأغنياء إلى الفقراء ليستفيدوا منها، أو من خلال الخطة العامة والموازنة والمعادلة بين الإيرادات والنفقات حتى تواجه النفقات لصالح المشروعات التي تخدم القطاع الكبير من المجتمع. للأسف الشديد أيضا هذا الباب من السياسة المالية
يمارس بشكل خاطئ في بلداننا العربية، فيتم التركيز على إعمار المدن والعواصم ويتم إهمال الريف والمناطق النائية، مما يساعد على حدوث أزمة كبيرة جدا تشهدها كل الدول العربية، وهي مسألة الهجرة من الريف إلى المدينة، الهجرة من المناطق النائية إلى المناطق التي تحظى بالوظائف والخدمات. أيضا فيما يتعلق بسياسة العمل والتوظيف، هناك حالة من الظلم البين في توزيع الوظائف بين شرائح المجتمع المختلفة. لذلك التعريف العام البسيط للعدالة الاجتماعية هو المساواة في الحصول على الفرص والتمكين من ذلك واستمرار ذلك في الأمد الطويل. فمثلا حينما ننظر على قضية إتاحة الفرص، هل إتاحة الفرص لأفراد المجتمع تتساوى في الحصول على موارد المجتمع الاقتصادية، أم أن هناك فئة أو مجموعة تحظى بجزء كبير بينما يلقى بالفتات إلى باقي شرائح المجتمع؟ حينما ننظر مثلا إلى المستفيدين من التمويل من الجهاز المصرفي، نلاحظ أن الجهاز المصرفي في جميع بلداننا العربية يركز على إما إقراض الحكومات وإما إقراض كبار المستثمرين، ويهمل الطبقة الوسطى التي يكون لها متطلبات وبإمكانها النهوض باقتصادات هذه البلدان فلا يتم التعامل معها. أيضا سياسات الاستثمار التي يجب أن تحقق جزء كبير جدا من العدالة الاجتماعية، نلاحظ أنها تنحاز لصالح المشروعات الكبرى وتهمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بل ومتناهية الصغر. لذلك موضوع السياسات الاقتصادية من الموضوعات الهامة التي تنبثق من نظام اقتصادي. للأسف معظم بلداننا العربية إما اتخذت، طبعا نتحدث عما قبل العولمة في 1990، كان جزء من الدول العربية انصرف إلى النهج الاشتراكي وجزء انصرف إلى النظام الرأسمالي. ما بعد 1990 انساق الجميع مرغمين تحت وطأة العولمة إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والانضواء تحت راية العولمة، وأصبحت كل اقتصادات الدول العربية تندرج تحت راية المؤسسات الدولية على رأسها البنك والصندوق. نعم. حتى الدول النفطية التي كانت تتمتع بملاءة مالية عالية خضعت بعد أزمة النفط في 2014 إلى قبول أجندة إصلاحات صندوق النقد الدولي التي شهدنا من خلالها وجود العجز في الموازنات. نعم. الخليجية ولجؤها إلى الدين الخارجي، وبسبب هذا ربما تحاول بعض الدول الخليجية النفطية إعادة صوغ العلاقة مع مواطنيها. هذا ما أريد أن أبحثه معك، لكن دعني الآن أتحول إلى ليموج في فرنسا مع الأستاذ طلال مصطفى. هل هناك مفهوم واضح ومحدد لدى النخب السياسية والفكرية والمعرفية المثقفين عموما في العالم العربي؟ هل لديهم مفهوم واضح ومحدد للمواطنة؟ مساء الخير لك ولضيوفك الأعزاء. بداية لابد من التنويه إلى غياب مفهوم واضح لمفهوم العدالة الاجتماعية في الوطن العربي بكل أبعاده، إن كان في البعد السياسي أو البعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي حقيقة. أيضا طبعا الصديق الدكتور تركمان تحدث عن قيمة المواطن بالبعد السياسي، أيضا الصديق الزميل صاوي تحدث في البعد الاقتصادي، ربما أو أتحدث أنا في البعد الاجتماعي أو البعد المجتمعي. طبعا كما قلت هناك غياب مطلق لمفهوم العدالة الاجتماعية في الوطن العربي، طبعا بنسب متفاوتة ما بين الدول الخليجية النفطية وما بين الدول التي انتهجت النهج الشمولي الاشتراكي. لو أذنت لي أستاذ طلال، يعني ماذا تعني بغياب كلي ومطلق لمفهوم المواطنة؟ يعني ما طبيعة هذا الغياب؟ ما هو هذا الغياب؟ الغياب بسبب طبيعة الحكم، بسبب طبيعة الحكم السياسي. لا يوجد في الوطن العربي، ما الذي يجهله العرب من هذا المفهوم؟ يجهلون وجود دستور، يجهلون وجود قانون يساوي بين الناس. يعني غياب العدالة الاجتماعية إن كان بالمفهوم الليبرالي الرأسمالي
أو بالمفهوم الاشتراكي وحتى بالمفهوم الإسلامي. هناك غياب مطلق لهذا المفهوم عند جميع الاتجاهات السياسية، إن كانت ليبرالية رأسمالية أو إن كانت اشتراكية أو إن كانت إسلامية. لكن وهذا ما دفع الناس، يعني كما جاء في تقريركم، كل هذه الاضطرابات وهذه الحروب وهذه المآسي التي حدثت أو التي طرأت في العالم وخاصة في الوطن العربي هي ناتجة عن غياب العدالة الاجتماعية. إذا ما عدنا إلى شعارات الثورات الربيع العربي في كافة الدول التي حدثت فيها هذه الثورات، نجد الشعارات هي تجسيد للعدالة الاجتماعية، إن كان حرية كرامة مساواة، أو إن كان في مصر عايش حرية كرامة إلى آخره. إذن هذه المصطلحات أو هذه المفاهيم التي نادت بها الناس، نادى بها المواطنون ودفعوا دماء إن كان في سوريا أو في مصر أو في اليمن أو في ليبيا إلى وفي تونس، دفعوا دماء من أجل هذه القيمة، قيمة العدالة الاجتماعية، من أجل تحقيق هذه القيمة، إن كانت قيمة العدالة الاجتماعية إن كان سياسيا من خلال الشعور بالانتماء والمواطنة أنه مواطن له حقوق لديه مسؤوليات، يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص في الوظائف في العمل، حقه في الحياة، حقه في الصحة، في الغذاء، في التعليم. أستاذ طلال، أشرت إلى نقطة مهمة. هذه الحقوق، أرجو المعذرة، يعني أشرت إلى نقطة مهمة وهي غياب مفهوم العدالة لدى النخب ولدى عموم الشارع العربي. هل هذا الغياب ناتج عن أنظمة سياسية مارست سياسة تجهيل بين قوسين، إذا صح التعبير كما يقول كثير من المراقبين، على شعوبها، أم بسبب هذا الغياب مفهوم المواطنة ناتج عن قضية جينية أو قضية نفسية وتاريخية لدى شعوب هذه المنطقة ونخبها؟ ما لا أستبعد الجانبين. الجانب الأول يتعلق بطبيعة الأنظمة الاستبدادية التي ألغت حق الآخر بأبسط حقوقه الإنسانية، حقه في التعبير، حقه في أن يكون مواطن، حقه في الصحة، في التعليم. أيضا هناك نوع من، للأسف خاصة في بعض البلدان العربية، نوع من التماهي مع هذه الأنظمة الاستبدادية، يعني وخاصة فيما يتعلق بالتيارات السياسية ذات الطابع الشمولي بين قوسين الاشتراكية التي تماهت مع هذه الأنظمة الاستبدادية وتطلعت إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل ضيق، وهو بالجانب الاقتصادي فقط، فيما يتعلق فقط في تحقيق توزيع الثروات، وهو لم يتحقق لا بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب السياسي. أعتقد إذا لم يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية في الجانب السياسي تحديدا في الجانب القانوني، وجود دستور ديمقراطي يساوي الجميع، لا يفرق لا على أساس الجنس ولا على أساس العرق ولا على أساس الطوائف لكن المواطنة التي تحدث عنها أستاذ طلال هي في النهاية مفهوم حديث، وهي بالمعنى المتداول مأخوذة من الحضارة ومن الفكر السياسي والفلسفة الغربية. هذه الحقيقة أريد أن أسأل عنها الدكتور تركماني، إلى أي مدى عندما يتحدث النخب السياسية والفكرية والمثقفون العرب عن قضية المواطنة، إلى أي درجة يتبعون مسألة اللصق والنسخ، أم أنهم عندما يتحدثون يراعون الاختلافات والتباينات النفسية والتاريخية والاجتماعية بين هذه المنطقة العربية وبين الحضارة الغربية التي منها ورد هذا المفهوم؟ أخي العزيز، نحن أبناء العصر، يعني العرب، الأمة العربية، الدول العربية، يعني بمعنى نحن عندما نلنا استقلالاتنا الوطنية في كل الدول العربية كان طموح الوطنيين الذين قاتلوا الاستعمار، إن كان الفرنسي أو الإيطالي أو الإنجليزي أو غيره، طموحهم بناء دولة وطنية. مفهوم الدولة الوطنية إما أن يكون دولة وطنية حديثة أو دولة وطنية قرون وسطية، يعني تعود إلى القرون الوسطى. كان الطموح لدى شعوبنا عشية الاستقلال أن تبني الدولة الوطنية الحديثة،
أحد مرتكزات الدولة الوطنية الحديثة هي دولة المواطنين الأحرار. دولة المواطنين بمعنى كما ذكرت سابقا، لن أكرر، بمعنى المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات من خلال الدستور، المواطنين الذين يعينون حكامهم عبر صناديق الاقتراع. لذلك أنا لا أعتقد بأن المسألة لصق التاريخ الغربي، يعني البشرية عمليا نحن أصلا تأخرنا عن هذا الموضوع. يعني اليوم لما نعود لعصر التنوير والحداثة في أوروبا بدءا من الثورة الفرنسية والقيم التي يعني رسختها والتي نراها اليوم، يعني السؤال الذي طرحه شكيب أرسلان منذ القرن التاسع عشر، يعني لماذا تخلفنا وتقدم الغرب؟ طرحه الطهطاوي، طرحه كل رواد النهضة العربية الحديثة، لأنه في الحقيقة نحن ابتعدنا في نظمنا السياسية وفي علاقة حكامنا بالمحكومين عن هذه الروح، روح المواطنة، روح أن الحاكم مسؤول أمام شعبه، مسؤول أمام محكوميه، مسؤول في كل المسائل، مسؤول كيف يتصرف بالموارد الاقتصادية لبلده، كيف يستثمرها من أجل تقدم هذه الشعوب، من أجل تلبية حاجاتها، من أجل العدالة فيما يعني في صفوفها. شفت كيف يتصرف بالكفاءات في وطنه؟ هل يقدم أهل الولاء على حساب أهل الكفاءة كما يحصل للأسف في أغلب الدول العربية؟ كل مسائل مرتبطة بالحداثة، مرتبطة بدولة المواطنة، دولة المواطنين الأحرار. بدون دولة مواطنين أحرار لا يمكن أن نتقدم. لذلك المسألة ليست مسألة نسخ التاريخ الغربي، هذه هي البشرية. فقط أشير أنه حتى في دول إسلامية كبرى، يعني اليوم ماليزيا دولة مواطنين. هل نقول يعني وهي دولة مثل ما نعرف هي دولة أغلب سكانها مسلمين، معناها التقدم مرهوم ببناء هذه الدولة الحديثة، دولة المواطنين لها. طبعا نحن يغيب عنا من يمكن أن يمثل وجهة النظر الإسلامية في هذا الموضوع الذي ربما سنبحثه بشكل أكثر توسعا في حلقة مقبلة عن هذا الموضوع، لكن نبحث تبعات هذه القضية في ظل هذه الثورات والثورات المضادة التي تحدث في المنطقة العربية، ولكن نتابع حديثنا هذا بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، وهذه عودة إلى موضوع حلقة اليوم عن العدالة الاجتماعية والمواطنة. أستاذ عبد الحافظ، في مسألة الحديث عن العدل في توزيع الثروة وما يقال عن سوء هذا التوزيع في المنطقة العربية وما تحدثت عنه عن سياسات اقتصادية، ألا ترى أن المسألة أكبر بكثير وأعمق مما يدور الحديث عنه، وهي تتصل بالنظام الرأسمالي الدولي الذي يفرض مفاهيم اقتصادية محددة كالحرية الاقتصادية والربح كمعيارين أكبرين بل ربما وحيدين في تحديد المنطق الاقتصادي الذي يسود في البلاد، وبالتالي هذا هو الذي يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية في الدول العربية بل في العالم كله؟ هو ما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية في الدول العربية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بعد الأسباب التي ذكرتها صحيحة، لكن الخطأ الجذري الذي قبلته الشعوب العربية في منطقة الخليج خاصة وفي الدول العربية عامة، وهو يتعلق بطبيعة العقد الاجتماعي الذي ساغ العلاقة بين الشعوب والسلطة، حيث كان مفاد هذا العقد أن الدولة أو الحاكم
يضمن له الأمن والمعيشة الاقتصادية مقابل ألا تشارك الشعوب في القرارات وفي الرقابة على تلك القرارات، سواء كانت هذه القرارات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو تتعلق بالداخل أو تتعلق بالخارج. لذلك كانت البرلمانات في مجتمعاتنا مهمشة لا تقوم بدورها في حساب الحاكم فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بتوزيع الثروة. لذلك كان المجتمع الأهلي أو المدني مهمش من حيث قيامه بالمراقبة والمحاسبة للمسؤولين. كان غياب اللامركزية أيضا على حساب مشاركة الأهالي في صناعة القرار وفي صناعة الموازنة العامة للدولة وفي الحساب عليها. أما ما يتعلق بالنظام الرأسمالي واختصاصاته في الجانب الاقتصادي فبلا شك أن السؤال الذي أجاب عليه الدكتور التركماني فيما يتعلق بالدولة ووظائفها، نحن لسنا بصدد أن التحديث مع أو ضد. هو السؤال كان في بداية القرن العشرين في الدول العربية هي أننا نقبل الغرب بأدواته وثقافته جملة واحدة أو نتركها جملة واحدة، وهذا يتنافى مع المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. فالإسلام ليس ضد التحديث. وأعود إلى الجانب الاقتصادي، أنه كان بإمكاننا أن نستفيد من العولمة التي فرضت علينا من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل، سواء على مستوى الدولة القطرية الوطنية الدولة العربية أو من خلال المشروع الذي ولد ميتا في المنطقة العربية، وهو مشروع التكامل الاقتصادي العربي أو التعاون الاقتصادي العربي. للأسف الشديد غيرنا دخل العولمة ورتب أوراقه، مثلا على سبيل المثال الدول الصاعدة ومنها ماليزيا على سبيل المثال كما ذكر الدكتور تركماني. هذه الدول حينما قبلت النظام الرأسمالي حضرت أجندتها الوطنية، تبنت أجندة وطنية للتنمية، تبنت أجندة وطنية للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما كانت تجربة الدول العربية على خلاف ذلك تماما. كانت الدول العربية تفعل برنامج مثلا للخصخصة يتخلص من مؤسسات القطاع العام. اتسمت كل التجارب العربية بالفساد الشديد، اتسمت هذه التجربة بتمكين المستثمرين الأجانب من ثروات البلاد، أيضا الانفتاح على الاقتصاد الرأسمالي واقتصادات العولمة لم يكن إيجابيا من حيث توظيفه للاستثمار الأجنبي. فهذه الاستثمارات أتت إلى أسواقنا وإلى اقتصادياتنا لتنظر إلينا إلى أننا مجرد مجموعة من المستهلكين. هذه الاستثمارات لم تجلب تكنولوجيا توطنها في بلداننا، لأن حكامنا ورجال أعمالنا ليس من اهتماماتهم هو توطين التكنولوجيا أو إنتاجها داخل المحاضن العربية الوطنية الموجودة. هذه الاستثمارات لم تساعد في توفير فرص العمل اللازمة كما فعلت في دول جنوب شرق آسيا. هذه الاستثمارات كان لها دور كبير في اقتصادات شرق آسيا، حتى أن يعني بعض الأدبيات الاقتصادية تقول أن العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وماليزيا كدولة كنموذج هو ما يمكن أن نطلق عليه بالزواج الكاثوليكي. لا تستطيع تلك الاستثمارات أن تستغني عن ماليزيا، ولا تستطيع ماليزيا أن تستغني عن هذه الاستثمارات. وبالتالي كان من الواجب على الحكام وعلى الشعوب العربية الطواقة للحرية أن تتعامل مع الأدوات الرأسمالية من قبيل المشاركة والحضور، وليس من قبيل الاستهلاك والمشاهدة على منجزات تلك الحضارة وأدواتها. منطق الرأسمالية أستاذ عبد الحافظ، منطق الرأسمالي ومنطق الربح ومنطق المنفعة غير المحدودة المفتوحة، ولا أريد أن أحيل النقاش طبعا إلى نقاش اقتصادي بحت، لكن هذا منطق قادم من الغرب. لم تصمد أي دولة في العالم، إذا ما استثنينا كوبا وكوريا الشمالية، لم تصمد أي دولة على مواجهته. هو يعني دخل في نظام العولمة وكيف كل العالم كيف سياساته الاقتصادية وفق هذا المنظور الغربي الرأسمالي. أنا أختلف معك في هذا، لأن مثلا اليابان على سبيل المثال وهي يعني دولة تابعة لأمريكا بشكل كبير ومنذ الحرب العالمية الثانية، وهي تتبع نظاما اقتصاديا رأسماليا، ولكنها فعلت أدوات السياسة المالية المتمثلة في الضرائب من خلال الضرائب التصاعدية، حيث تحصل اليابان على نسبة ضرائب قد تصل في بعض الأحيان إلى 65% من الربح.
لذلك أنت تجد أن هناك حالة من الاستقرار الاجتماعي داخل النسيج الياباني بشكل كبير جدا. تجد حالة من الولاء من قبل المواطن الياباني للدولة عالي جدا. أنت تجد في السوق الياباني سلعتين، سلعة وطنية بسعر غال وسلعة مستوردة بسعر رخيص، ولكن المستهلك الياباني يشتري المنتج الوطني الغالي لأنه يعلم أن ذلك متعلق بفرصة عمل لأحد أبناء اليابان. يعني السوق اليابانية من الأسواق التي من الصعوبة بمكان أن تخترقها السلع والخدمات الأجنبية إلا في حدود المواد الأولية. وبالتالي لو أننا امتلكنا هذه الأجندة في التعامل مع الغرب في توظيف آلية الربح، الربح هو فطرة في طبيعة الإنسان وحافز، وهذا كان قتل الحافز على الربح كان أحد الأسباب الرئيسة لفشل النظام الاشتراكي والشيوعي في التطبيق العملي. وبالتالي عندنا تجارب ناجحة يمكن من خلالها ترويض وترشيد الحافز على الربح حتى يؤدي دوره الاجتماعي من خلال الفلسفة التي تنطلق من المنهجية والمرجعية الإسلامية المرتبطة بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية. طيب سأعود إليك، لكن أذهب الآن للبعد الاجتماعي مع الأستاذ طلال. يعني هناك تغير واضح في المفاهيم، في العلاقات الاجتماعية، في النسيج المجتمعي داخل المنطقة العربية، وخصوصا في خضم الانتفاضات العربية الراهنة الآن. يعني مثلا أعطيك مثل الأستاذ طلال حتى تتضح الصورة أكثر. في فلسطين منذ عقدين أو ثلاثة عقود كان المعيار المواطنة هو الفداء، تقديم الدماء، فداء النفس من أجل الأرض. تغير هذا المفهوم الآن لمصلحة أن يكون هناك استقرار، أن يكون هناك رواتب، استقرار سياسي، مشاركة سياسية إلى آخره. كذلك الأمر في ليبيا وسوريا وحتى اليمن وعدد من الدول العربية. إلى أي درجة هذا التغير في المفاهيم المجتمعية وفي النسيج المجتمعي وفي الأفكار يمكن أن يؤثر على مفهوم المواطنة في الدول العربية الذي ربما يعاد تعريفه في هذه المرحلة؟ حقيقة المشكلة أن كلا المفهومين، يعني المفهوم الجانب فيما يتعلق بالجانب الوطني وأيضا بالمفاهيم الجديدة التي حصلت أو تفضل عم تسمعني؟ أسمعك تفضل. وحتى بالتغيرات التي حدثت على هذه المفاهيم لم تمارس على أرض الواقع. يعني بمعنى كان هناك في معظم خاصة في الدول بين قوسين التي انتهجت النهج القومي كان القيمة الرئيسية هي قيمة العداء لإسرائيل، القيمة الوطنية، لكن على أرض الواقع أو بالممارسة كانت هذه الأنظمة مناهضة بالفعل لهذه القيمة. لا وأيضا لكن مع التبدلات التي حصلت أو التغيرات التي حصلت ناتجة عن ممارسة هذه الأنظمة التي أفسدت قيمة هذا المفهوم، مفهوم الفداء، مفهوم الوطنية، من خلال ممارسة للفساد السياسي، للفساد الوظيفي، للفساد المالي. وبالتالي المواطن بين قوسين بدأ ينزاح، أو إذا هناك انزياح باتجاه قيم أخرى، باتجاه قيم بعيدة عن الوطنية بين قوسين الخاصة بهذه الأنظمة. وبالتالي ومعهم الحق، وبالتالي الانزياح نحو قيم جديدة، قيم حقيقية مرتبطة بالحرية، مرتبطة بالكرامة، مرتبطة بحقوق الإنسان، التي أعتقد إذا ما مورست هذه القيم هي التي تنتج القيمة الوطنية، بما فيها قيمة الدفاع عن الوطن، بما فيها قيمة الفداء، بما فيها قيمة تحرير الأراضي المحتلة. يعني بمعنى لن تتحرر أي أرض محتلة عربية، إن كانت الجولان أو فلسطين أو غيرها، بغياب هذه القيم، قيم العدالة الاجتماعية، بغياب قيم الحرية، المساواة، الكرامة، تكافؤ الفرص، العدالة في التوظيف، العدالة وهذا أستاذ طلال، وهذا لو أذنت لي مرتبط كثيرا بالحالة السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة العربية. هنا لو أذنت لي أن أتحول إلى الأستاذ عبد الله تركماني مرة أخرى، يعني هذا الغليان
السياسي وما أنتجه من حالة احتراب داخلي في عدد من الدول العربية، وما أنتجه في النهاية في المحصلة من شرخ في الجدار المجتمعي، في الجدار في النسيج المجتمعي داخل هذه الدول. هذه الحالة إلى أي مدى تقرب العرب من تحقيق قيم المواطنة وتكافؤ الفرص واحترام الرأي واحترام الرأي الآخر واحترام مبدأ الاختلاف، أم تبعدهم عن ذلك؟ يعني دعني أولا لا أوافق الرأي بأنه الاحتراب الذي حصل في المنطقة، الشعوب العربية التي عانت من الاستبداد لفترة 50 سنة ثارت في أوائل يعني في سنة 2011 مطالبة بالحرية والكرامة. للأسف أنظمة الاستبداد وقوى أقليمية ودولية أو ما أسميه قوى الثورة المضادة حرفت هذه المطالب اللي هي الحرية والكرامة والتي بدأت سلمية، حرفتها في اتجاه العسكرة والاقتتال. لكن أنا أقصد أستاذ عبد الله حتى يعني تتضح الصورة، يعني هذا واضح ومعروف، لكن الذي حصل بعد ذلك أن هناك عددا من الدول العربية الثورة المضادة سحبت معها رصيدا شعبيا، يعني مثلا في تونس الحرس القديم عاد إلى حكم تونس، وعدد من الدول العربية من دون ذكر أسماء هناك انقسام مجتمعي حول السلطة. صحيح. يعني هذا الانقسام ما كنت كيف سيؤثر على قيم العدالة المجتمعية من تكافؤ الفرص والمواطنة واحترام الرأي واحترام مبدأ الاختلاف؟ هذا يعني ما كنت سأتطرق له وهو الجوهر المسألة. شوف في الحقيقة أخي الكريم، المنطقة أنا برأيي دخلت سيرورة تاريخية مع سنة 2011. القيم التي طرحها ربيع الثورات العربية، قيم الحرية والكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية وغيرها، هذه قيم صحيح ربما تعثرت الثورة هنا وهناك، ربما قوى الثورة المضادة استطاعت أن يعني تلعب دورها في العديد من الدول العربية، صحيح هذا، ولكن هذا لا يلغي السيرورة التاريخية. بمعنى اليوم ما نشهده في السودان، ما نشهده في الجزائر، بدايات ما نشهده في الجزائر، بدايات ما نشهده في مصر، وهي دول أساسية في المنطقة العربية. يعني بمعنى هذه السيرورة التاريخية من أجل الحرية والكرامة والعدالة وغيرها، هذه دخلناها، ربما دفعنا ثمن غالي طوال السنوات الثماني الماضية، ولكن المنطقة دخلت هذه السيرورة، وبالنتيجة الشعوب العربية هذه القيم لن تتخلى عنها، لأنه بعد معاناتها الطويلة من الطبيعي جدا أن تتمسك بهذه القيم، قيم حرية، الكرامة، المواطنة، العدالة، هذه قيم. وبالمناسبة تقاطعا مع ما قاله زميلي الأستاذ منذ قليل، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها. حتى النهضويين العرب عندما تحدثوا عن حداثة أوروبا وكذا، يعني كلنا نذكر أن أحدهم قال أرى إسلاما ولا أرى مسلمين عندما ذهب إلى فرنسا، بينما في منطقتنا أرى مسلمين ولا أرى إسلاما. جوهر يعني التقدم والحكمة هي من جوهر ديننا الحنيف، وبالتالي مسألة طبعا هو ليس هنا سجالا بين علماني وإسلامي بقدر ما هو تعريج على فكرة. دعني أتحول إلى الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، تحدثت عن احتكار السلطة واحتكار الاقتصاد وتركزه بيد فئة قليلة، وتحدثت عن السياسة الاقتصادية. ربما السؤال الذي يطرح الآن، هل هو المسؤول عن ما حصل من هذا الاحتكار هو السياسات والخطط الاقتصادية في الدول العربية وضعف هذه السياسات، أم رد ذلك إلى بنية الاقتصاد في الدول العربية، بنية الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الموارد الطبيعية وعلى التحويلات المغتربين وعلى المساعدات الخارجية؟ اسمح لي، يعني هذا الطرح يحمل شيء من الخطأ، لأن الإنسان هو صانع التنمية. يعني إذا كانت هي القضية الندرة في الموارد وهذا غير صحيح، العالم العربي ثري بموارده، فنحن أمام نموذج اليابان الذي لا يمتلك شيء من الموارد الطبيعية ولكنه يمتلك الإنسان الياباني. فأنت تصنع الإنسان الذي يصنع التنمية
يجني ثمارها، ثم نتحاسب بعد ذلك على النتائج. التجربة العربية للأسف الشديد شهدت نوع من التبديد وإهدار الموارد، سواء كانت تلك الموارد موارد طبيعية أو موارد مالية أو موارد بشرية. على مستوى الموارد الطبيعية، نحن كنا ندرس في بداية المرحلة الجامعية من أن السودان هي سلة الغذاء للوطن العربي، ولو أن حدث نوع من التكامل بين رأس المال الخليجي واليد العاملة المصرية والأراضي السودانية لتحقق للعالم العربي نوع من الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومن الموارد الزراعية. لكن للأسف الشديد نحن نجد السودان الآن تستورد الدقيق، نحن نجد الآن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل 9.5 مليون طن سنويا. نحن نجد منطقة الخليج بالكامل تعتمد في الغذاء والزراعة على الاستيراد. نحن نجد العالم العربي كله مستورد للعدد والآلات. نحن عندنا جامعات عريقة، لو أننا استهدفنا تنمية مراكز البحوث لتكون في خدمة التنمية منذ الخمسينات والستينات من القرن العشرين، لأصبح الآن عندنا محاضن كبيرة لإنتاج التكنولوجيا الطاقة الشمسية التي تتسابق فيها الآن الدول العربية لاستيراد ألواح الطاقة الشمسية في الخليج وفي مصر وفي غيرها. هذه التكنولوجيا بدأت عربية، بدأت في مصر والأردن، ولكن للأسف الشديد حينما ظهر البترول بهذه الكميات الكبيرة أغلقوا تلك الأقسام في الجامعات، فذهب العلماء إلى أوروبا ليطوروا هذه الدراسات. وعلى ذلك قس كثير من النماذج، العالم العربي ليس فقير، العالم العربي ثري بموارده، ولكن كان يحتاج إلى إدارة اقتصادية رشيدة تعمل على إنجاح حالة التعاون الاقتصادي فيما بين الدول وهذا التكامل. والله سبحانه وتعالى أرادنا أمة واحدة، ولكن حينما تشرذمنا ووضعنا هذه الحدود كانت هذه الممارسات الخطأ. يعني أنت حينما تتيح الآن، حينما أتت تحت عباءة أو برنيطة الخواجة قبلناها، لما جت العولمة بعد 1990 وقالت تفتح الحدود للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفتح الحدود في تجربة الاتحاد الأوروبي لانتقال العمالة، أصبحنا نتوق لهذه التجارب. طيب إحنا قبل ذلك في عالمنا العربي كنا بنقول عندنا اتفاقية الحقوق الأربعة، يعني الحق التملك وحق الإرث وحق الانتقال وحق الاستثمارات، يعني كل هذه الأمور هي كانت بين أيدينا منذ أكثر من 7 عقود، ولكن المشكلة في التفعيل. نحن ابتلينا بحكومات ديكتاتورية، بحكومات فاسدة، بحكومات لا تمتلك أجندة وطنية، بحكومات كان لديها إصرار غريب على إبعاد المواطن في المشاركة واتخاذ القرار. طيب، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية. طيب دعني أسأل الأستاذ طلال، يعني الثابت أن الدول العربية كلها تقريبا أو كثير منها ذات بعد عشائري قبلي، يعني عشائرية الطابع أو قبلية الطابع. كيف يمكن صوغ مفاهيم حديثة مثل المواطنة وتكافؤ الفرص واحترام الآخر في ظل مجتمع قبلي عشائري تتغلب فيه العصبية ومنطق كما يقال أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب؟ حقيقة هذه المفاهيم التقليدية أو المفاهيم الغير معاصرة، مفهوم العشيرة، مفهوم العائلة، مفهوم الطائفة، هذه المفاهيم الأنظمة العربية هي التي تقوم بتكريسها حتى الآن، لأنها بواسطة هذه المفاهيم، بواسطة هذه الثقافة، الثقافة التقليدية العشائرية الطائفية، تستمر هذه الأنظمة، تستمر باستبدادة وتستمر بحكم الدكتاتور. هذه وبالتالي لا يمكن أن تتغير هذه المفاهيم بوجود هكذا أنظمة. عندما تتغير هذه الأنظمة باتجاه أنظمة ديمقراطية، أنظمة دولة المواطنة، يعني إذا من وجدت دولة المواطنة سياسيا، هذه المفاهيم تتلاشى بفترة زمنية قصيرة جدا. يعني المسألة مرتبطة بمؤسسات المؤسسات السياسية لهذه الأنظمة، هي من تكرس هذه المفاهيم. إن كان في سوريا، نعيش هذه المسألة،
النظام هو من يكرس الطائفية، هو من يكرس العشائرية، وهو من يكرس المناطقية، وحتى بأصغر المؤسسات الاجتماعية أو السياسية أو حتى الدينية. دائما هناك تقاسم طائفي مقصود أن يتم هذا التعزيز، لأن بسبب وجود هذا الشرخ المجتمعي، يعني عدم وجود مجتمع متماسك، هذا النظام يبقى بوجود هذه التفرقة، كما هو في لبنان. في لبنان هناك تقاسم وتحاصص طائفي، وأيضا في العراق بغياب. وبالتالي مهما اختلفوا زعماء الطوائف نجدهم هم بحاجة لبعضهم البعض، يعني لا يمكن لزعيم طائفة أن يبقى بدون وجود زعيم الطائفة الآخر. عندما ينتفي هؤلاء بعض الزعماء ينتفي الآخر، وبالتالي هذه الأنظمة هي وظيفتها تكريس هذه المفاهيم التقليدية الغير معاصرة التي لا تخدم الإنسان المعاصر، وبالتالي نجد غياب كامل للمؤسسات العصرية الحديثة التي تواكب العلم، تواكب الحضارة. وبالتالي تعمل على تكريس هذه المفاهيم بشكل يومي. وضحت الفكرة أستاذ طلال. يعني أستاذ عبد الله، طرحت قضية الدستور من أحد ضيوفنا، تحدث عن قضية الدستور الآن في المنطقة العربية الذي يحول دون الوصول إلى هذه المفاهيم، مفاهيم العدالة الاجتماعية وتحقيقها بين مواطنين البلد الواحد، هي مشكلة دستورية، مشكلة الدستور، أم أن المشكلة تكمن في مكان آخر كما حصل في العراق مثلا الذي ناتجه السنوي 150 مليار دولار؟ قبل أيام قليلة الحكومة تصدر خبرا سارا لمواطنيها بأنها ستوزع عليهم في شهر رمضان كمكرمة ربما نصف كيلو عدس على المواطنين. يعني أين المشكلة تكمن؟ مشكلة دستور أم مشكلة توزيع ثروة أم مشكلة سياسية أم مشكلة اقتصادية؟ هو للأسف يعني أغلب الدول العربية فيها دساتير، ودساتير ممتازة من حيث الجوهر، ولكن الممارسة المهم. لأنه أنت عندما تضع دستور ولا تضع البيئة المناسبة لتطبيق هذه المواد، يعني كل دساتير أو أغلب الدساتير العربية تنبع من ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، مثلا كرامة الإنسان، حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولكن في التطبيق للأسف لذلك المسألة بالدستور من جهة، ولكن هذا الدستور من يصنعه؟ إذا كانت يعني مثلا سوريا كمثال، اليوم عمليا نظام بشار الأسد آخر دستور عمله في 2012 على أساس تعديلاته، ولكن مجلس الشعب أو اللي عملوا هذا الدستور هم محكومين بالسلطة التنفيذية نفسها. يعني بمعنى إذا ما في سلطة قضائية مستقلة بالفعل وهيئة يعني منتخبة من أجل صياغة دستور عصري حديث وتخلق أدوات تنفيذة، لذلك لا يكون هناك معنى للدستور. أشكرك شكرا جزيلا. إذن المشكلة في الممارسة. وصلنا أعزائي المشاهدين لختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبدالله تركماني، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ومن إسطنبول الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، وعبر سكايب من ليموج بفرنسا الأستاذ طلال مصطفى أستاذ علم الاجتماع. شكرا لكم، في حراسة الله.